هروح معاكم لنتائج المجموعه طبعا الاولى. في معانا اكيد هتظهر معانا على الشاشه الجونه والمنيا 1-0 للجونه، البداري وطهطا 2-1 للبداري، الفيوم بيفوز على قنا 2-1، تلفان بن سويف بيفوز على الوسطى 2-1، بيروت بيفوز على طمية 4-2، نصر فكرية 2-1 على المدينة المنورة، الألمونيوم 1-0 على سوهاج، بن سويف والأسيوطي، الأسيوطي بيفوز، وطبعا ألف ألف مبروك للأسيوطي 2-1 على بن سويف. كمل معاكم طبعا في المقدمة، بسم الله ما شاء الله حدث ولا حرج، الأسيوطي في المقدمة ألف مبروك صعوده للدوري الممتاز 68 نقطة، سوهاج 53، تلفريات بني سويف مع المتألق أحمد عبد الفتاح 49، الجونة 48، الألمونيوم 45، بني سويف 41، كيما أسوان مفاجأة 35، المنيا التاريخ 33، بيروت 33، المدينة المنورة 33، الفيوم 32، نصر الفكرية 30، طهطا 30، قنا 29، الوسطى 22، البداري 21، طمية في طبعا نقول لهم هارد لك 18 نقطة. هروح معاكم لنتائج الجولة الثانية، القناة في الأولى، نجوم المستقبل القناة بيفوز بتعادل مع الزرقاء 1-1، نجوم المستقبل بيفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1، جمهورية شبين 1-1 مع منتخب السويس، الاتصالات والمريخ المريخ بيفوز 1-0 على الاتصالات مع مدير فني من بورسعيدي، البنك الاهلي والنصر 3-0 للنصر وخطوه الى الامام للدوري الممتاز، الشهداء وكوكاكولا، كوكاكولا المتالق 3-1 على الشهداء، دمياط وسكه الحديد 2-2، الشرقيه للدخان 1-1 مع الشرطه، سيراميكا كليوباترا والترسانه 0-0. جدول الترتيب، النصر في المقدمه 64 وبيلحقوا منتخب السويس 49 نادي مصر اسف ب 50، اعتقد ان الامور بعيده قوي، منتخب السويس 49، سيراميكا كليوباترا وكوكاكولا الاثنين المركز الرابع والمركز الخامس ب 42 و42، دول يعني شابوه ليهم الاثنين عاملين اداء ولا اروع، المريخ في السادس ب 39 نقطه، القناه في المركز السابع ونتائج تحسين كتيره جدا مع احمد العجوز ب 37 نقطه، البنك الاهلي واداء مميز في المركز الثامن ب 36، نجوم المستقبل بعد ما تقدم في الاول تراجع للمركز التاسع 36، اتحاد الشرطه في المركز العاشر برصيد 35 نقطه، سكه الحديد بعد البدايه الموفقه مع خالد بيبو ب 35 نقطه في المركز 11، جمهوريه شبين في ال 12 ب 33 نقطه، كهرباء الاسماعيليه في ال 13 برصيد 31 نقطه، ترسانه التاريخ الكبير قوي 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 بيصارع على البقاء في الدوري الممتاز في المركز ال 14 برصيد 31، الزرقاء في المركز ال 15 برصيد 29، دمياط في المركز ال 16 برصيد 28، شرقية للدخان في المركز ال 17 برصيد 28، الاتصالات في المركز ال 18 برصيد 26، الشهداء في المركز ال 19 برصيد 20 نقطة. هروح معاكم نتائج المجموعة الثالثة، الرجاء 4-0 على سيد المحلة، المنصورة 1-0 على الأولمبي، بلدية المحلة على شربين وتعادل 2-1-1، فاركو بيفوز على نابارو 2-0، مياه البحيرة 0-0 مع الحمام، بدر 2-1 على الحرية، ديكرنس بيتغلب المغازل المحلة 4-1، حرس الحدود بيتعادل 2-2 مع كوم حمادة، كفر الشيخ 0-0 مع دمنهور. بلدية المحلة ترتيبها 67، اعتقد بينافس مع الرجاء في المركز الثاني برصيد 61، وحرس الحدود بعد شوية بقى 59، فاركو في الرابع ب 55، غزل المحلة الأداء اتحسن إلى حد ما وبقى في المركز الخامس برصيد 46، مركز شباب كام حمادة وتحية كبيرة في المركز السادس 43، المنصورة التاريخ قابع في المركز السابع 42، نابارو في الثامن وأداء يعني كويس جدا في المركز 39 نقطة، في المركز الثامن كفر الشيخ في التاسع 38 نقطة، دمنهور في العاشر 38 نقطة. الأولمبي التاريخ، هقعد أركز على الأندية الشعبية الكبيرة اللي يعني في طريقهم للانتصار، وده حاجة تبقى صعبة جدا بالنسبة لكل الناس المتابعين للأندية الشعبية، في المركز 11 برصيد 37 نقطة، شربين في ال 12 35، الحمام في ال 13 برصيد 33، الحرية في ال 14 برصيد 31، في المركز 15 ميال بحيرة برصيد 22 نقطة، 16 بدر برصيد 21 نقطة، صيد المحلة في المركز 17 برصيد 17 نقطة، يعني في المركز قد نقاطه، ديكرنس في الختام 18 في المركز 18 برصيد 16 نقطة. أعتقد يا جماعة لسه كنت بتكلم وبقول يعني الأندية دي ماتشات النهاردة زي ما قلت في البداية وفي المقدمة، كنت بقول نادي مصر مع الشرقية للدخان،
والشرطه مع جمهوريه شبين، وفي كمان يا جماعه مباراه نابارو مع المنصوره على ملعب اجا المؤجله، وزرقاء مع يوم الاحد ان شاء الله، الزرقاء مع سيراميكا يوم 9/4، السويس مع نجوم المستقبل، كهربت الاسماعيليه مع القناه، الترسانه مع دمياط، السكه الحديد مع الشهداء، كوكا كولا مع البنك الاهلي، النصر مع الاتصالات، كل ده توقيته 3:30. كل دي مباريات من العيار الثقيل، ضرب نار فوق وتحت، اللي عايز يقعد في المنطقه الدافئه هيقعد، واللي عايز يتخاذل هينزل لتحت، وهتبقى ظروفه صعبه جدا جدا جدا. يوم الثلاث معانا كيما اسوان مع الجونه، والمنيا مع البداري، وطهطه مع الفيوم، قنا مع التليفونات بني سويف، الواسطه مع بني سويف، الاسيوطي مع ديروط، وهيبقى ده بالنسبه احتفاليه كبيره جدا للاسيوطي ان شاء الله، طميه مع الالومنيوم، وسوهاج مع نصر الفكريه، كله الساعه 3:30 كل يوم 11/4 يوم الثلاث. يوم الاربعاء هيبقى يوم 12/4 الرجاء مع حرس الحدود، مركز شبابكم حماده مع كفر الشيخ، دمنهور مع المنصوره، الاولمبي مع تكنس، شربين وفاركو، نابارو ومياه البحيره، الحمام وبدر، صيد المحله والحريه، غزل المحله وبلديه المحله، مباراه ولا اروع، الاثنين قريبين من بعض، الاثنين بلد واحده، ديربي غزل المحله. لكن في الختام او في نقول لهم اللي هيأدي باداء مميز جدا هيبقى خطوه كبيره جدا، خطوة كبيرة جدا للمقدمة، وبعد كده نقدر نقول احنا تواصلنا معاكم من خلال المجموعات، تواصلنا معاكم من خلال الانترو اللي قدمناه، نتمنى النادي المصري البورسعيدي التوفيق، نتمنى النادي سموحة التوفيق امام بنفيكا الجنوب افريقي.